المرسلين المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الرسول العربي الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعه بإحسان وولاه بإخلاص إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي الطلبة، أعزائي الإخوة المعلمين، السيد مدير المدرسة، أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاستقلال المجيد. نحن اليوم نحتفل بالذكرى السنوية 76 لعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، هذا القطر العربي الأصيل عن المملكة المتحدة، عن بريطانيا. كما تعلمون أيها الأحبة، لقد كافح شعبنا كفاحاً مريراً في سبيل الحرية والاستقلال على مدار أكثر من ربع قرن، منذ العام 1921، منذ أن تأسست إمارة شرق الأردن وإلى أن استقلت في أيار مايو من العام 1946. هنالك شهداء قضوا نحبهم في سبيل الحرية، في سبيل الاستقلال، دفاعاً عن عروبة هذه الأرض، هذه الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن الكريم، زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دماء الشهداء في هذه الأرض، في كل بقعة من هذه الأرض، تذكرنا برسالتنا، برسالتنا الخالدة المتجددة، برسالة الإسلام التي اصطفى الله تعالى أمتنا العربية لحمل لوائها إلى جميع أنحاء وبقاع الكرة الأرضية. هذا الأردن هو الوريث الشرعي لرسالة الثورة العربية الكبرى، رسالة الحرية والاستقلال، رسالة الكرامة والعدالة الاجتماعية. واليوم ونحن نمضي قدماً في كفاحنا ونضالنا من أجل أردن أفضل، أردن أحسن، من أجل وطن حر وشعب سعيد، فإننا أيها الإخوة، أيها الزملاء، يا أبنائي الطلبة، نوجه التحية إلى أبطال قواتنا المسلحة في جيشنا العربي المصطفوي على الحدود الشمالية والشرقية، وهم يتصدون للعصابات التي تحمل الموت وسموم الدمار لشعبنا وشبابنا. هذه العصابات التي تحاول النيل من أمن الأردن واستقراره. ونحن نتوجه بالتحية إلى قواتنا المسلحة الباسلة. لا يفوتنا أن نذكر بأن هذه العصابات